مصطفى شيبة. أزجر بروبر هي حملة واسعة تنظمها مديرية السياحة لولاية جانت بالتنسيق مع ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلين أزجر وبمبادرة من الوكالات السياحية الناشطة بالمنطقة بهدف تنظيف المواقع السياحية والأثرية وتهيئتها لحلول موسم السياحة. اليوم رانا إن شاء الله في الحملة الثالثة نتاع تنظيف المواقع السياحية اللي راهي تنظمها وكالة سياحية نتاع جانت، وهذه الخطرة رانا عندنا وكالات أخرى هاي شاركت معنا كيما تمرست كيما العاصمة. نهيو الأرضية للموسم السياحي القادم، يعني ما نجيبوش ضيافين ونجيبوهم البلاصة يعني ما هيش مهيئة بالنظافة. حملة النظافة التي سوف تستمر لعدة أيام لتنظيف كل المواقع السياحية، وهذا لاستقبال السياح في ظروف حسنة بولايتنا ولاية جانت الفتية. شهدت الحملة هذا العام إقبالا واسعا ومشاركة من خارج الولاية بل ومن خارج أرض الوطن بهدف إنعاش السياحة في المنطقة وإعطاء دفعة معنوية للقائمين عليها تفاؤلا بموسم سياحي واعد. هذه المبادرة من أجل التوعية والتحسيس والتنسيق بين وكالات سياحية والديوان المحلي للتاسيلي والشريحة تاع الشباب، مشكورين على هذه المبادرة اللي داروها. أحلى المتطوعين اليوم جينا لتضرارة لتنظيفها باش كي يدخل الموسم السياحي تدخل حاجة إن شاء الله سياحة نظيفة. نستحسن هذه المبادرات من أجل إعطاء صورة مليحة من للمنطقة، لأنه كما لا يخفى على الجميع أن هذه المنطقة معروفة عالميا. الحفاظ على نظافة المواقع السياحية مسؤولية مشتركة بين أبناء المنطقة وكذا زوارها والسياح.